هي زي ما لجنه المراه دايما بتعمل شغل زي الفل، لجنه الطفل هي كمان دايما ما بتعمل شغل زي الفل. نظمت مؤخرا المهرجان التعريفي الثالث بالعاب القوه، هدفه هو تعريف الاطفال الغير مشتركين في الالعاب الرياضيه بانواع العاب القوه المختلفه. يعني نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل اكثر من خلال هذا التقرير، ثم فاصل ثم عوده لاستكمال كلامنا. اتفضل. هو النهاردة الحمد لله ده الختام للمهرجان ألعاب القوى اليوم الثالث اللي احنا بنحتفل بيه، هو التعريف بألعاب القوى. ألعاب القوى من الألعاب المهمة جدا الموجودة اللي النادي الأهلي بيحرز فيها مناصب عالية على مستوى العالم كله، مش على مستوى مصر بس. واحنا إن شاء الله يعني بنحاول إن احنا نظهر منها أكتر للأعضاء، وخصوصا الأولاد اللي هم غير مشتركين في أي لعبة رياضية، أو الأولاد اللي ما قدروش إن هم يكملوا في لعبة رياضية. ألعاب القوى ما بترتبطش بسن معين ولها ثقافة معينة مش واصلة لكل الأعضاء. المهرجان ده حاز إعجاب كل الأعضاء اللي شاركوا فيه. الولاد بيتعرفوا على رياضة مهمة زي رياضة ألعاب القوى. النهاردة في حاجة مميزة هنعملها، إن احنا هنكرم كل الأمهات الأبطال اللي ولادهم أبطال ودوا اللعبة دي بمناسبة عيد الأم. وإن شاء الله اليوم النهاردة هيكون مختلف عن المرات اللي فاتت. عندنا ألعاب كتير النهاردة مختلفة، الولاد هيشوفوا نفسهم ويشوفوا أطوالهم وأوزانهم، وهل ده مناسب ولا هم محتاجين إن هم مثلا يخسوا في الوزن أو إن هم يسرعوا شوية. يعني المدربين النهاردة اللي معانا والمنظمين عاملين نظام للولاد إن كل واحد يخرج من اليوم مستفيد، هو عايز يعمل إيه بعد كده. عملنا قبل كده المهرجان دوت في فرع نادي الأهلي مدينة نصر، وبعدين فرع نادي الجزيرة، وبناء على طلب الأعضاء وانبساط الأطفال معنا، فإحنا قررنا إن إحنا نعيده تاني في نادي أهلي هنا في فرع الشيخ زايد. طبعا الحمد لله ده ثالث يوم المهرجان التعريفي لألعاب القوة. طبعا اتعمل بناء على طلب أعضاء الشيخ زايد، أول مرة عملناها في مدينة نصر، بعد كده أهلي جزيرة، والنهاردة ثالث يوم. طبعا احنا من خلال المهرجان بنعرف أعضاء النادي لعبة ألعاب القوة والأبطال الموجودين فيها، سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المصري أو أفريقي. طبعا الحمد لله شارك معنا النهاردة أكثر من 85 عضو. طبعا بنقدر من خلالها ان احنا الاعضاء اللي مش مشاركين في اي نشاطات رياضيه موجوده يشاركوا، ويقدر الطفل نفسه يعرف ايه المناسب ليه من ضمن لعب من اي لعبه منهم ويقدر يشارك فيها. احنا اسمنا اللجنه العليا للجان المعاونه، احنا تحتينا كذا لجنه لخدمه الاعضاء من اول كبار السن، لجنه رواد لغايه لجنه الطفل، مرورنا بقى بلجنه الشباب، لجنه الاحتياجات الخاصه. فبنحاول او بنبقى حريصين ان احنا نقدم كل الخدمات لشرائح اعضاء النادي المختلفه او لعائله النادي، بمعنى اصح عائله النادي الاهلي. فالنهارده احنا في فرع الشيخ زايد هنا مستهدفين الاطفال باذن الله. عندنا الجمعه اللي جايه المراه في الجزيره، وبعدين عندنا ايفنت بعد كده جزيره ومدينه نصر. فاحنا حريصين ان احنا نخدم كل اعضاء النادي في كافه الفروع. أهميته طبعا للطفل ان احنا بننمي القدرات الحركيه الاساسيه اللي هو بيحتاجها اي رياضي اللي يمارس حياته الطبيعيه او يلعب رياضه في العموم، اي رياضه عموما. ومن خلالها برضو بنقدر نكتشف بعض المواهب اللي نقدر نضمها عندنا في الفرقه، وبنقدم العاب القوى في الصوره اللي هي تليق بيها ان شاء الله. ويا رب نكون موفقين النهارده ان شاء الله ان احنا نقدم العاب القوى بالصوره اللي تستحقها. العاب القوى لعبه عريقه في النادي الاهلي، تقريبا 100 سنه او 110 سنه جوه النادي الاهلي، ابطالها موجودين من قديم الازل يعني. فبنتمنى ان شاء الله ان احنا نقدم مهرجان كويس لاولادنا اولاد النادي الاهلي يعني. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنظبط الالعاب عشان نشوف الاطفال اللي هيستعدوا، ان احنا بنختار منهم بعد كده الفرقه العاب قوى بالنادي الاهلي. بنحط البرنامج بلان للايفنت كله، بنظبط الالعاب وبنشوف عدد الاولاد، بنقسمهم فرق، وبعد ما نقسمهم فرق بنبدا نشوف السن، بيتقسموا حسب السن الاول وبعدين حسب القدرات اللي بنشوفها في الطفل وكده. وبنبدا نقسم، بنعمل بلان للايفنت كامل، وبعدين بنبدا نشوف الاول شو، بعدين هيلعبوا، بعدين ناخد صور.
انا الحمد لله، واليوم النهارده كان حلو قوي. نفسي ابقى بطله كبيره ولاعيبه كويسه في النادي الاهلي. اليوم كان جميل جدا، وشكرا جدا على اليوم الجميل دوت، عشان هو كان يوم جميل جدا ولعبت العاب كتير فيه، وكان يوم عاجبني جدا، وشكرا جدا على اليوم الجميل ده. احلى يوم، لعبت العاب كتيره، جريت وعملت حاجات كتيره. هو احنا لسه ما خلصناش، بس اللي هتعجبني قوي الثلاثي. كان حلو قوي، وقعدنا نلعب واتبسطنا وعملت حاجات كتيره.